الاسبوع اللي فات كان فيه حوار تلفزيوني للسيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى عمل حوار تلفزيوني. الحوار التلفزيوني بيتكلم فيه عن حاجات كتير جدا ماليش علاقه بيها. اتكلم فيه عن تركيا، وقال انه لازم مصر وتركيا يرجعوا لبعض، وقال ان اردوغان عنده قاعده ديمقراطيه عظيمه، وقال ان تركيا دوله اجتماعيا واقتصاديا والى اخره، وقال انه امير قطر ده راجل عظيم جدا والى اخره. انا بقول للسيد عمرو موسى، ربما لم يعد السيد عمرو موسى يقرا، وربما لم يعد يستطيع ان يحلل الاحداث، وربما الرجل يعني هكذا هي بيتحدث من امور من عشرات السنين. ادعو السيد عمرو موسى الى ان يراجع نفسه، يعيد قراءه المشهد من مره اخرى، او لا يتحدث، لانه تحدث بشكل خاطئ عن الملف التركي مما قد يؤدي الى تشويش الناس. لذلك انا مش هرد على الاستاذ عمرو موسى طبعا، انا هخلي المعارضه التركيه هي اللي ترد عليه. اتفضل. هو ممكن يبقى في علاقات جيده بين مصر وتركيا؟ اه طبعا. انت ما فكرتش؟ لا ما فكرتش، ده يجب ان يكون. اما اقتدار partisi ve onun sözcüsü olan Sayın Erdoğan doğrudan doğruya Mısır yönetimini hedef aldı. Mısır yönetimini düşman ilan etti. El Azhar Üniversitesi'nin şeyhine en ağır lafları ettim. El Azhar Üniversitesi'nin Mısır için önemini hala yeterince kavramış değil ve dolayısıyla ipler tamamen koptu. İpler kopunca ne oldu? Doğu Akdeniz'de kaybeden biz olduk. Mısır'la köprüleri attın da ne oldu? Hükümeti milyarlarca dolarlık ihaleler yaptı. Bir tane Türk şirketi davet edilmedi. Türkiye Mısır'a ürün satamaz oldu. Sen o tatmin edeceksin diye binlerce üretici krize girdi. Şimdi aynı Mısır Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz sahalarında Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Ülkemizin hasmı oldu. Yahu 17 sene geçti. 18. seneye girdin. Sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin? Ha? Ne zaman öğreneceksin? Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın? انت مش هتشيل، مش في ايدك انك تشيل اردوغان، ولا تصدق الكلام انه ده هو دوله ديمقراطيه فيها اساس ديمقراطي مهم. Diyeceksiniz bu memlekette anayasam var. Anayasa askıda arkadaşlar. 20 Temmuz darbe dönemini yaşıyoruz. 12 Eylül darbe döneminde. 12 Mart darbe döneminde işte ise bir savcılar vardı, hakimler vardı. Çok daha ağır bir faşizm düzeniyle karşı karşıya. Kimsenin nefes almasını istemiyorlar. Bu mesaiçi faşist yönetim biçimini bir an önce sonlandırmalı. Tevkite son vermeli. 16 yıllık AKP iktidarı sonrası gelinen noktada Cumhuriyet'in temel kazanımları bir bir yok edilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz hale getirilerek egemenlik şahsileştirilmiş. Demokrasi, kişilerin temel hak ve özgürlükleri, hukuk ve adalet sistemi Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar gerilemiş. Hukukun üstünlüğü ilkesi tamamen çökmüş. يعني السيد عمرو موسى ربما لم يقرا المشهد داخل تركيا. هذه المعارضه التركيه بترد على عمرو موسى انه بيقولوا له ده ديكتاتور، ده ديكتاتور، ما فيش ديمقراطيه. ده المعارضه بكل اطيافها بتقول هذا الكلام، وبعدين بيقول لازم العلاقات مع مصر وتركيا لم تكن علاقات دافئه في يوم ما، وانما كان الاحتلال عندي احتلال عثماني وفيه اطماع عثمانيه في مصر، وكمان المعارضه التركيه ليست كمان دافئه مع مصر. يعني بدائل اردوغان ليسوا في حاله حفاوه بالدوله المصريه. علينا ان نقرا الملفات جيدا قبل ان نصدر يعني هذه الاحكام. ايضا بالنسبه لامير قطر، السيد عمرو موسى بيقول عليه انه هو نبيه، شاب نبيه، لا، ولم تصل العلاقات بمصر حتى هذه اللحظه الى درجه العداء. امال احنا منتظرين ايه؟ احنا منتظرين ايه من قطر وزيرة في عداء اكتر من كده؟ وده سؤالي للسيد عمرو موسى. تعالوا، انا اندهشت لما لقيت ياسين اقطاي خد كلام عمرو موسى وبيبروزه لنا. هتقول يا ابراهيم اهو ياسين اقطاي بيمدح فيه ما قاله السيد عمرو موسى، بيقول ان تجربه تركيا واحنا عظماء واحنا، وهو داخل تركيا، الداخل التركي احنا اعلم بيه، متابعينه لحظه بلحظه. تركيا دولة عدوة لمصر، قطر دولة عدوة لمصر،
لا يمكن أن تكون هناك علاقات مصرية تركية وحزب العدالة والتنمية موجود أو النخبة المؤهلة إن هي تخلف أردوغان. أيضا ليس الأوفاق مع الدولة المصرية. انتهى وقتي تماما، انتهى وقت تماما، لكن قبل أن أنهي أذكر السيد عمرو موسى بما ستره بيديه حينما كان في جامعة الدول العربية في اتجاه ليبيا. عمرو موسى يدعو إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا، دي كانت بداية الأزمة الليبية، بداية دخول الناتو إلى الأراضي الليبية، بداية الأزمة الليبية هو إجراءات خاضتها الجامعة العربية برئاسة السيد عمرو موسى. خلينا نرجع نقرأ التاريخ تاني، كل واحد يعرف عمل إيه صح وعمل إيه غلط. عندنا خطايا وأخطاء ربما لا نريد أن نكررها مرة أخرى. دمتم في أمان الله.